رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بباب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره. قلنا أن المؤلف رحمه الله اقتطع هذا الكتاب وكأنه هذا الكتاب قطع من صحيح البخاري، لم يذكر مقدم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله أمير المؤمنين لله دره، ختم بأي كتاب؟ كتاب الصحيح بأي كتاب؟ نعم، كيف يختم بكتاب التوحيد؟ أخوان كيف يختم بكتاب التوحيد؟ هذا معناه أن التوحيد عند البخاري آخر باب؟ نعم أوقف. يقول بدأ بكتاب التوحيد، بدأ الوحي بما؟ بالتوحيد. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول بدأ البخاري بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له ولي ولكم بالتوحيد، آمين، تفاؤلا صح. ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت، تمام. إذن تقول البخاري بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن يختم الله سبحانه وتعالى له بالتوحيد، وختم بحديث كلمتان سلاحتكم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. البخاري رحمه الله أراد أن يدعو وما يستطيع، لا يستطيع أن يدعو يكتب، كأنه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كأنه يقول يا رب اجعل هذا الكتاب هو أعلى كتاب بعد كتابك، عظيم اجعله سبحان الله العظيم، كأنه يريد يحمد الله على النعمة، الله أتم عليه النعمة كتب هذا الكتاب الصحيح، يريد يحمد الله سبحان الله وبحمده. ختم بهذا الحديث وختم بكتاب التوحيد. إمامنا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم بهذا، كأنه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي، وكأنه يقول انتبه يا موحد يا من درس كتاب التوحيد، مهما توحد ومهما تعمل ومهما تعتقد ومهما تدعو ومهما تفعل لابد يكون في عملك نقص، صح. سبحانك لا أحصي ثناء عليك وما قدر الله حق قدرك، لا حق قدرك، لا تقتر بنفسك لا تقتر بعملك، كن بين الخوف والرجاء. وكأنه يقول لك يا موحد يا من درس كتاب التوحيد اتق الله لا تكن كالكفار وما قدر الله حق قدره يسب رب العالمين بالشرك وأنت موحد، لابد أن تعلم التوحيد، تتعلم التوحيد، تعمل بالتوحيد، تدعو للتوحيد، لابد من إنكار الشرك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ختم المؤلف بهذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. وفي بعض النسخ يوجد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.